زوار متابعي موقع المنبر الرياضي، اهلا بكم هنا بقاعه الرياضه الزرق تونس بمدينه اكادير التي احتضنت قبل قليل مباراه الجوله السابعه من منافسات بطوله القسم الرابع لعصبة سوس لكره القدم داخل القاعه جمعت بين فريقي تمديد اكادير وفريق ملتزنيت، انتهت لصالح هذا الاخير بتسعه اهداف مقابل اربعه. للحديث عن اللقاء وكذلك عن احوال فريق تمديد اكادير نستقبل السيد علي العلوي رئيس نادي اكادير. تمديد اكادير اهلا بك على موقع المنبر الرياضي السي علي العلوي. في البدايه بغيناك تهضرنا على فريق او نادي تمديد اكادير، هذا النادي هذا اللي منضوي حديثا تحت لواء عصبة سوس في صنف كره القدم داخل القاعه، بغيناك تعرفنا على الفريق وكذلك الانشاء ديالو كيف جا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، ترحبوا بكم كمنبر اعلامي اولا وتنشكركم على هذه الالتفاته. الفريق ديال تمديد اكادير هو فريق اصلا كانوا العناصر ديالو ولا اللاعبين ديالو تيلعبوا مقابلات اقصائيه في الدوري الرمضاني وفي اقصائيه ديال الاحياء، وطاحت علينا الفكره اننا ندخلوه في العصبه يبدا في كاتريام سيري، وكان الاخوان كاع اللي كاينين في المكتب تيناضلوا تيديروا المجهودات ديالهم كافيه باش ينهضوا بهذا الفريق. هذا هو فريق تمديد اكادير، على سمينا هذه السميه هذه لانه ممكن اي لاعب يكون داخل الحي او خارج الحي فهو تعتبر مرحبا به في الفريق ديالنا، وهذه العناصر هذه هي شابه عندها غيره على الحي ديالها اللي هو تمديد الداخله. الموقع ديالو تيجي في وسط المدينه ما بين قريب للداخله، هذا هو سميه تمديد الداخله، قريب للمسيره وما بين الفرح والسلام، هو جا في الوسط. هاد العناصر اللي هما تيمثلوا الفريق عناصر شابه طموحه جايه باش تلعب على الصفوف الاولى، ما جاتش هي باش تشارك في البطوله من اجل التنشيط، وانما عندهم طموحات تيلعبوا بحماس. والاشكاليه اللي عندنا هو ان ما عندناش فين ندربوا بحكم ان القاعات المغطاه قليله في اكادير، وتنعرفوا ان اكادير ولا تعرف واحد الكثافه السكانيه كثيره، وحنا غيره عندنا غيره على الرياضه، وعندنا غيره على الرياضه في الوطن. والنتائج راكم شفتوا او ثاني مقابله نهزموا فيها، المقابلات الاولين انتصرنا فيهم كاملين وتعادلنا مباراه واحده، اذا كان تيدل على شي حاجه تيدل على ان راه الفريق متكامل، الصفوف ديالهم متراصه، لا المكتب ولا الاخوان كلهم ولا السكان. وتنتمناو ان السلطات او المجلس او الولايه ينظروا لهذا الفريق من جهه يوفروا له المكان فين يتدرب، لان عندنا المكان ديال التدريب تمشي حتى للهدى، والهدى بعيده علينا وبحكم انك تمشي حتى للهدى وما كايناش حتى الاضواء الكاشفه، وحتى التدريب اللي هي تتكون هي المرحليه تنعانيو منها بحكم احنا جينا في فصل دابا الشتاء. وتنتمنى الفريق وتنتمنى الاعلام بصفه عامه اللي هو حتى هو عنده دور كبير في نجاح هذه المنظومه الرياضيه، وتنتمنى لجميع الناس ديال اكادير وديال الوطن باش نحصلوا على شي منتخب داخل اكادير وخارج اكادير، وتنتمنى للجميع التوفيق. سي علي العلوي، انتم الان في البدايه ديالكم كموسم اول، شنو هما الاهداف ديال هذا النادي هذا وهذه الجمعيه هذه في الموسم الاول؟ واش انتم داخلين غير كتخوضوا التجربه وكذلك تنشيط البطوله، او لا عندكم اهداف اخرى هذا الموسم اللي مال الصعود كذلك؟ وبالنسبه لتحتي على المشكله غياب الملعب، واش ما عندكم مشاكل اخرى على سبيل المثال المشاكل والامور الماديه، كيفاش كتعاملوا مع هذه الامور هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه للامور الماديه ما بغيناش كما تيقولوا نهضروا عليها، ما بغيناش نكون ذاك المجال التقليدي ان دائما نهضروا على المشكل المادي، هو فرض نفسه لاننا الان تنستعنوا باعانات، مازال بحكم ان القانون ديال العصبه ان الفريق فاش يلاه تيتسجل ما محروم من المنحه ومحروم من المساعدات، لهذا كاينين الناس غيورين من هاد الشباب نيت واللي داخلين في المكتب، تنحاولوا نبذلوا واحد المجهود كبير باش نوفروا لهاد العناصر اللي هي تتلعب، نوفروا لهم نسبيا واحد الاستقرار نفسي ورياضي باش يمشيوا بعيد. اما فيما يخص الطموح ديال الفريق فكما شفتوا هذه المقابله هذه ورغم الهزيمه فان كان فيها واحد النوع ديال الحماس وفيها اصابات رائعه من الطرفين،
وفي هذه المناسبة تنشكر الفريق وتنهنئ الفريق اللي أمل تيزنيت على اللعب ديالو على التنظيم ديالو، وحنا جينا باش نكونوا من كما تيقولوا من المربع الذهبي لا يسر مولانا والتوفيق للجميع وشكرا. إذن سي علي العلوي رئيس نادي تمديد أكادير لكرة القدم داخل القاعة، شكرا لك، كذلك الشكر موصول لكم زوار متابعي موقع المنبر الرياضي، وإلى اللقاء في فرصة قادمة.